تعتبر حماية الأماكن الدينية القديمة ظاهرة شائعة في منطقة شينجيانغ. يرجع تاريخ مسجد جاميه إلى أكثر من 500 عام. مسجدنا تاريخه uzun bolgaçqa dervazi bunari degendek nurgun yerleri xatalik bolup qalgan. Şu sebeplik 2018-nji ýyly quruluş asraç, remont qilish ilip barduk. Hazır şundaq yaxşı qogdylyptydy. Awvalgidekla kündelik dini faaliyet sorunu qilip işletilýärdi. وأفادت تقارير الوسائل الإعلامية لدول أخرى بأن مسجد إيتيكار في يوتان بشينجيانغ. ولكن في الواقع فقد تم إدراجه كموقع للتراث الثقافي الوطني منذ عام 2013. تم إدراج عدد كبير من الأماكن الدينية ذات القيمة التاريخية كموقع للتراث الثقافي الوطني على جميع المستويات من أجل المحافظة على الموروث الديني وحمايته بشكل فعال.